السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ النهارده رجعت لكم بفيديو، دي حلقه بس لعبه مش جديده. لعبه النهارده هي لعبه توكا كيتشن 2 او لعبه توكا بوكا. هي لعبه برضو صورت لكم عنها يعني حلقتين، فيعني كانت بتجيب دعم حلو، ويعني كنت بتقولي لي عايزين يعني جزء ثالث، فهجيب لكم بقى بالجزء الثالث في الحلقه دي بقى ان شاء الله، ووصلوه بقى يعني اكبر عدد لايكات. بس اهم حاجه بقى اللي لسه ما اشتركش معايا في القناه يشترك وينورني في القناه. عايزين نوصل 100 سبسكرايبر في اسرع وقت، تمام؟ عايزين يعني الشهر ده يخلص واحنا 1700. يلا بقى خليه بقى هنا بقى ندوس هنا. والحلقه دي بقى نعمل انهي بقى؟ خلينا دي، اصل مره عملنا اللي هو الراجل ده، ومره عملنا اللي هو الفضائي ده، فخليها بقى الحلقه دي نعمل دي. في الحلقه دي بقى هنعمل اكله ايه؟ انتوا عارفين من الحلقه اللي فاتت ان احنا يعني شيفات وبنعرف يعني نعمل طبخ ايه. هاكر هاكر. طب نعمل بقى ايه؟ وريني بقى في ايه. في هنا دي مثلا نطلع، عايزين فاكهه ولا لا؟ خلينا اول حاجه مثلا نعمل اللحوم، هي ليه كده كانها مش عاجباها. عايزين هنا بقى نفتح نجيب دي و بس كده. اه كده طلعنا كل اللحوم. وهات لنا مكرون يلا، وكمان خلاص طماطم هات. اه بقى عليها بقى بتحب الخضار والفواكه. اول حاجه هات الطماطم، تعالى نقطعها. اه كده، اه شلنا دي. يلا يلا نينجا بقى، شغل النينجا. يلا ايوه مش كفايه كده. وبعدين بقى نجيب بقى المكرونه نحطها في الحله. ايوه يلا شوفوا بقى خبرات الشيف عمر. تعالوا بقى نعملها ونخليها مستويه حلوه. نحط لها ايه؟ نحط لها شويه ملح، ده كفايه كده. عايزين نعمل اكله حلوه. اه سخن وردها. هذا الطماطم بس على جنب. هاد ده نحطه فين؟ خلينا نحطه في الفرن الاول. ايوه يلا خلص. ايوه ماشي كده. ال اه فاضل لنا اللحمه. ماشي كده حلو. لا ثانيه بس نحط ده بقى في على الطاسه. ايوه بقى يا بوي فاكر. وكده فاضل لنا اه اللحمه دي. اه فاضل اللحمه وال الفراخ ده، الفراخ دي تعال نحط دي هنا. ادي حبه ليمون. لا 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 هي ليه بقى؟ هي ليه كانها باظت؟ نحطها على الطاسه نقليها. ايه ده انا حاسسها باظت. نحط عليها ايه نعوض اللي حصل؟ بس هي هنا بنحط عليها كاتشب وحاجات. هات بس دي هنا على طول كده. ايوه ايوه ماشي كده حلو كده خلاص بقى. هنا بقى نجيب اللحمه
هديها حبت خلاص خلاص. انا قلت خلاص. هات بقى ده وده 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 حبيبي ده بس كفايه كده. ايوه ماشي. من حاجه المكرونه على حته لحمه. ها ايه رايك؟ ايه رايك؟ ليه ده حلو. طب هات ده يلا. حلوه عجبها. طب دوقي كده الطماطم يا شباب. انتوا عارفين انها بتحب يعني الطماطم والخضروات وكده. يا يلا ده. ايوه مش عجبها. دلوقتي بقى عايزين بقى نعمل عصير او حاجه كده فريش خالص. عايزين ايه؟ تعالى مثلا نطلع فراولة. ماشي. برتقال وتفاح بطيخ. يا لهوي دي بتحب كل الفواكه. وجزراية. يلا يلا اول حاجة تعالوا نعمل البطيخة. نشطف بس الكوباية ونحط بقى عليها عصير البطيخ. حلو. كلي كده التفاحة دي. البرتقالة هي كده دي. نحطها فين؟ نقطعها. ايوه. لا لا بس كده. يلا شرايح فراولة احلى حاجة. يا يلا عصير البطيخ. انا اصلا انا بحبش البطيخ. انا مرة قلت لكم الفيديو اللي فات بقى بتاع توكا بوكا ان انا اصلا بحبش البطيخ. يلا بقى الجزر. ايوه الجزر اكيد حلو كل الناس بتحبه. الجزر ايه؟ الجزر بيقوي النظر بس كده. عايزين بقى نعمل يعني حاجة هتموتها زي مثلا ايه؟ خلينا نطلع ده. او ان اولها اصلا مش بتحبه. خلينا نطلع الجمبري. ماشي هات ده. اول حاجة مثلا تعالوا نحطه في الفرن. دي اول حاجة. ايوة. يلا خلص. تعالى. ده ما تشوفيش. اصلي دي مفاجأة. حاجة حلوة قوي يعني. هي مالها؟ هي دي اكنها اكل الفضائيين او حاجة. يلا 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 يلا. فاكه. ايه ده هي ليه اخضرت كده؟ شبه هي دي بتفرق حاجة. انا حاسسة انها بتسخنها بس. يعني مش عارف يعني لو حطينا عليها ملح هي هتفرق. نحطيها شوية ملح كده كتير بالهبل. وهاتها نحطها بقى على الطاسة. ايوه اكتبوا لي بقى شباب في الكومنتات ايه رأيكم في الفيديو وعايزين الفيديو الجاي عن لعبة ايه. عشان يا شباب بص انا هحاول ان انا متأخرش عليكم تاني. اصلا يا شباب يعني المذاكرة يعني شادين علي ايام دي. فان شاء الله هرجع لكم برضو. هفضل اصور لكم فيديوهات وافضل استمر كده ومش مش هقطع لكم تاني. بس ثانيه بس نجر نعمل بس الخلطه اللي احنا بنعملها دي. اول حاجه نحط فلفل اسمر. دي حتى استغربت قبل اصلا ما تدوقها. يلا سمي الله لازم تستشهدي. يلا دي مأولة مقرمشة.
يا لهوي دي ماتت، يا لهوي اغمى عليها يعني. جمبري بقى عايزين كده ني خالص. رايكم الشباب؟ ايوه نطور كام ملح من عليها يزينا كتير. يا لهوي كفايه ماشي. البقى الاسود ده يا لهوي ده سويته خالص، هيبقى ده يخضره اكنه لابس بدله. لابس بدله خضره. هيبقى الكاتشب يلبس بدله حمراء. هيبقى الاصفر مايونيز يلبس بدله صفراء. بس كده طعمه بقى يبقى عامل ازاي. يا لهوي يعني ده، يا ده نقول ايه، ده اكتر جمبري جاء على وجه الارض، يعني طعمه روعة. يلا بسم الله. الله اغمى عليها. ايه رأيكم الشباب؟ خلاص بقى ننهيها بقى بحاجة حلوة زي مثلا ايه، عصير برتقال. برتقال ده اكتر عصير انا بحبه تقريبا يعني. هات هنا وهدي معاه. يلا اتعصروا بقى الحين، نسينا نشطف العصير الكوبايه قصدي. يلا اكيد حلو. بس كده تعالوا يلا. اوكي شكرا بقى وصلنا لنهايه الحلقه. عجبتك بقى الحلقه دي متنساش بقى تعملها لايك. عايزين نوصله يا شباب يعني، عايزين انا بتعب بجد على المونتاج وعلى كل ده يعني، بتعب يعني في اوقات المذاكره فبحاول يعني اصور لكم. فكمان معلش ان انا بتاخر، بس يعني زودوا لي التفاعل كده وانا ان شاء الله يعني هفضل انزل لكم فيديوهات. ويلا مع السلامه.